بيبدأ الفيلم بواحدة اسمها ماجدة وهي صاحية مفزوعة من النوم لأن هي حلمت بكابوس، وبتبدأ ماجدة يومها بممارسة التمارين الرياضية، وبتتصل بزميلتها في الشغل واللي اسمها أولا، وبتراجع معاها ترتيبات حفلة الشركة، وأثناء ما هي بتجري بتقف فجأة مكانها ومش بتتحرك، وده لأن هي بتلاقي كلب قدامها في الشارع، وبنعرف هنا إن ماجدة بتخاف من الكلاب جدا. وبعدها بتوصل ماجدة للشغل وبتشوف زولا رئيسة الشركة وهي بتتخانق مع الموظفين، فبتطلب لها ماجدة القهوة بتاعتها، وبمجرد ما زولا بتشوف ماجدة أعصابها بتهدى، وبنعرف إن ماجدة هي المساعدة الأولى لزولا، وبتقول زولا لماجدة إن هي مقدرة مجهودها الكبير اللي بتبذله معاها خصوصا في اهتمامها بتود، وبيظهر إن تود يبقى الكلب بتاع زولا، وبتفضل زولا تتكلم عن جمال وشياكة الكلب بتاعها، وبيجي تود وبتحضنه زولا وبتبوسه وبتديه لماجدة علشان تمشيه، فبتاخده ماجدة غصب عنها وبتتمشى بيه قدام الشركة، وبيجي ديفيد خطيب ماجدة وبيفضلوا يتكلموا عن خططهم المستقبلية، وبتقول له ماجدة إن هي مستحملة زولا وكلبها لأن هي محتاجة الشغل، وإن هي متوقعة ترقية من زولا قريب. وفي مكان تاني بيظهر طفل اسمه كارول، وبيكون في بيته مع أبو كريشتوف والكلب بتاعه اللي اسمه ترامبون، وبيجهز كريشتوف الفطار لابنه وبعدها بيوصله للمدرسة، وهناك كريشتوف بيكتشف إن ابنه معجب ببنت زميلته اسمها توشا، فبيحرج كارول وبيطلب من أبوه يمشي، وبيظهر إن كارول مش عارف يعبر لزميلته توشا عن إعجابه بيها. وفي الوقت ده ماجدة بتكون في حفلة الشركة، وبيبقى في عدد كبير جدا من المدعوين، وبتسألها زولا عن تود، فبتقول لها ماجدة إن تود موجود في مكان آمن، وبعدها بتقف زولا وسط الموظفين وبتقول لهم إن الحفلة نجحت بمجهودهم كلهم، وإن هي بقى عندها 50 سنة وهتتقاعد وهتتفرغ لرعاية كلبها تود. وبتقول زولا لكل الموظفين إن هي تعين رئيس جديد للشركة، وإن أحق واحدة بالمنصب ده هي ماجدة. وبعدها زولا بتمضي قرار تعيين ماجدة كرئيسة الشركة، وفجأة بتكتشف زولا إن تود مغمى عليه، فبتتعصب جدا وبتتخانق مع ماجدة وبتقول لها إن هي أهملت في رعاية كلبها، وبتقطع زولا ورقة تعيين ماجدة وبترفضها من الشركة خالص. فبتلم ماجدة حاجتها وبتخرج من الشركة وهي حزينة جدا، وبتشوف ماجدة خطيبها ديفيد وهو بيخونها مع زميلتها أولا، وبيروح ديفيد وبيتكلم مع ماجدة وبيبان إن هو فرحان فيها، فبتفهم ماجدة هنا إن ديفيد وأولا هما اللي دبروا خطة طردها من الشركة، وده لأن ديفيد غيران منها وشايف إن هو أحق منها بمنصب رئيس الشركة. فبتمشي ماجدة من المكان وهي مصدومة بعد ما خسرت شغلها وحبيبها، وفي نفس الوقت ده بيكون كارول مع أبوه بيقول له إن هو لازم يتجوز علشان لما هو يسيبه ويتجوز توشا يبقى مطمن عليه، فبيبتسم أبوه بيقول له إن هو لسه بدري جدا على الكلام ده. وبعدها بيرجعوا البيت وبتقابلهم جارتهم اللي اسمها إيرينكا، وبيبان إن إيرينكا معجبة بكريشتوف وبتعزمه هو وابنه على العشاء، وبتقول له إن هو محتاج ياكل كويس هو وابنه خصوصا وإن هو عايش لوحده من غير واحدة ست تاخد بالها منه وترعاه، فبيرفض كارول وبيقول لها إن أبوه بيعرف يطبخ أكل حلو جدا. فبتقول إيرينكا لكريشتوف إن هو أكيد محتاج منها مساعدة، فبيقول لها كارول إن هي لو عايزة تساعدهم فعلا تاخد الكلب ترامبون وتفسحه، فبتتضايق منه إيرينكا وبتدخل شقتها وبتقفل الباب وهي في قمة الغضب. وبعدها كارول بيعمل إعلان على الإنترنت للغرفة الفاضية اللي عندهم في البيت من ورا أبوه، وبيكتب كارول إن الإعلان مخصص للستات اللي مش متجوزين. وفي نفس الوقت بتبقى ماجدة في العيادة البيطرية مع دكتور صديقها اسمه أناتول، وبتحكي له عن اللي حصل وبتعرف منه إن حالة الكلب تود اتحسنت، فبتقول له إن في مسابقة للكلاب اللي من نفس فصيلة تود، وإن المسابقة دي في مدينة اسمها كراكوف، وبتقول ماجدة إن تود شارك في المسابقة قبل كده لكنه أخذ المركز الثاني، ووقتها زولا زعلت جدا وعملت حملة إعلانية على القناة بتاعتها واتهمت فيها لجنة التحكيم بعدم الحيادية لكنها ما نجحتش. وبتفكر ماجدة في إن هي تسافر للمدينة اللي فيها المسابقة وتثبت عدم نزاهة لجنة التحكيم، وفي الحالة دي زولا ممكن تسامحها وترجعها الشغل. فبتعمل ماجدة بحث على الإنترنت علشان تعرف معلومات أكتر عن المسابقة، وبتشوف الإعلان بتاع كارول وبتعرف إن بيته قريب جدا من مكان المسابقة، فبتسافر ماجدة لمدينة كراكوف، وبيتفاجئ كريشتوف إن هي جاية تسكن عنده في البيت، فبيقول له كارول إن هو عمل الإعلان من وراه، فبيضطر كريشتوف إن هو يوافق. وبعدها ماجدة بتتغدى معاهم وبتتعرف على زيجمونت أبو كريشتوف وعلى أخوه كمان اللي اسمه فيكتور، وبتتعرف كمان على ترامبون الكلب بتاع كارول، وبيقول لها كارول إن ترامبون يبقى واحد من العيلة. فبتكذب عليه ماجدة وبتقول له إن هي بتحب الكلاب جدا وإن هي عايزة تشارك في تجهيزات مسابقة الكلاب، وبتعرفهم إن هي عندها خبرة في تنظيم وإدارة الحفلات وممكن تساعدهم، فبيقول لها كريشتوف إن هي لازم يكون معاها تصريح علشان تشارك في تنظيم المسابقة. وتاني يوم ماجدة بتروح على مبنى البلدية وبتقابل الموظفة وبتطلب منها التصريح، وبتتفاجئ ماجدة إن الموظفة بتتعامل معاها ببرود شديد، وبتعرفها إن هي مستعجلة وإن هي جهزت كل الأوراق اللازمة للتصريح،
فبتبص الموظفة في الأوراق وبتعرفها إن هي لازم تقدم طلب للحصول على تصريح من مجلس المدينة. فبتروح ماجدة على مجلس المدينة وبتعرف من الموظف إن هي لازم تروح مكتب عمدة المدينة وتختم أوراقها من هناك. فبتروح ماجدة على طول على مكتب عمدة المدينة وبتعرف إن التصريح بيتم الموافقة عليه من مكتب البلدية وإن كل اللي هي بتعمله ده مضيعة للوقت مش أكتر. فبترجع ماجدة لمبنى البلدية وهي في قمة غضبها وبتقول للموظفة إن هي بتخدعها وبتضيع وقتها وبتهددها ان هي هتفضحها في كل وسائل الاعلام وهتتهمها بالاهمال في اداء وظيفتها. فبتتوتر هنا الموظفة وبتعتذر لها وبتديها التصريح وبتقول لها ان ايرينكا اتصلت بيها وطلبت منها تأخر استخراج التصريح بحجة ان ماجدة مستأجرة عندها في البيت وان هي عايزة تجمع معلومات عنها قبل ما تشارك في المسابقة. فبتفهم ماجدة ان ايرينكا غيرانة منها لكنها ما بتشغلش دماغها بالكلام ده. وتاني يوم بتصحى ماجدة من النوم وبتشوف تريمبون وهو بياخد الكارنيه بتاعها من شنطتها فبتجري وراه بسرعة علشان تاخده منه قبل ما حد يشوفه ويتفضح امره. وفجأة بتلاقي نفسها قدام كريستوف وكارول وبتكون هي بملابس النوم. فبتحرج هنا ماجدة جدا ولكن كريستوف بيعجب بجمالها وبيطلب منها تفطر معاهم. وبعدها بيخرج كريستوف وهو وابنه وهي بتفضل مع تريمبون لوحدها. وبمجرد ما بيخرجوا بتبدأ ماجدة تستكشف البيت لكنها بتلاقي تريمبون واقف قدامها وبيمنعها تتحرك بحرية. فبتاخده علشان تمشي شوية علشان ياخد عليها. وبعدها بترجع بيه للبيت وبيكون تريمبون عاوز ياكل فبتحط له طبق الاكل فوق الترابيزة علشان ينشغل بيه. وهي بتنزل للبدروم وبتشوف ورشة كريستوف وبتعرف ان هو فنان تشكيلي وبتشوف اعمال نحت كتيرة ودعوة من جامعة فيينا لكريستوف علشان يشتغل في محاضرة هناك. وبعدها بتروح ماجدة لكريستوف واخوه فيكتور في المكان اللي بيتجمعوا فيه علشان يناقشوا جدول اعمالهم في المسابقة. وبيكون كريستوف مستني موظف البلدية لكنه اتأخر فبيطلب من ماجدة ان هي تروح تجيب كارول من مدرسته لحد ما هو يخلص شغله. فبتوافق ماجدة على طول. وهناك ماجدة بتشوف كارول مع ولدين اكبر منه وهم بيسألوه اسئلة صعبة وده علشان ما يعرفش يجاوب عليها ويحرجوه قدام زميلته توشا. فبتقرر ماجدة ان هي تساعد كارول من غير ما حد ياخد باله وبينجح كارول في الاجابة على الاسئلة. وبتلاحظ ماجدة ان توشا اعجبت بكارول فبتقول ماجدة لكارول ان توشا ضحكت له وهو ما خدش باله. فبتطلب منه ماجدة ان هو يكون جريء ويروح يطلب منها ان هم يكونوا اصحاب ولكنه بيقول لها ان هو خايف لحسن ترفضه وشكله يبقى وحش قدام زمايله في المدرسة كلهم. وبعدها بيروح لكريستوف وبتعرف منهم ان اليوم ده من كل اسبوع هما بياكلوا فيه بيتزا مع بعض. فبتسيبهم ماجدة علشان يستمتعوا بوقتهم سوا وبترجع البيت. وهناك بتتصدم لما بتلاقي تريمبون تعبان جدا وبتفتكر ان هي نسيت تحط له الاكل. فبتتصل باناتولو وبتحكي له على اللي حصل فبيطلب منها تفتح الكاميرا وبيساعدها تعمل اسعافات اولية لتريمبون. وبعد شوية وقت بيرجع كريستوف وابنه وبيبقى تريمبون فاق وصحته اتحسنت. وتاني يوم بتروح ماجدة للمكان المخصص لإقامة المسابقة وبتصور كل حاجة حواليها من غير ما حد ياخد باله. وبتتصل بها اولى زميلتها في الشغل وبتقولها ان زولا عرفت ان هي موجودة في كراكوف وشغالة على موضوع مسابقة الكلاب. وبتعرفها ان هي رجعتها الشغل من تاني وان هي عايزها تجمع اكبر عدد من الصور والفيديوهات. وبتحاول اولى ان هي تعتذر لماجدة عن اللي حصل بينها وبين خطيبها لكن ماجدة بتنهي المكالمة وبتكمل تصوير. وبتشوفها ايرينكا وبتنده على كريستوف علشان تقول له ان ماجدة بتشتغل صحفية ولكن بيظهر هنا كارلو وبيكذب على ايرينكا وبيقول لها ان ابوه عارف ان ماجدة صحفية وهو اللي طلب منها تسجل لحظات التجهيز للمسابقة. وبعدها كارول وماجدة بيتمشوا سوا وبيقول كارول لماجدة ان هو بحث عنها وعارف ان هي بتشتغل صحفية وبيفهمها ان هو مش هيقول حاجة لابوه في مقابل ان هي تساعده يتعرف على توشا. فبتوافق ماجدة وبتبدأ تعلمه ازاي يقدر يخلي تريمبون يسمع كلامه وينفذ الحركات اللي هو عاوزها. وبتقول له ان هو لازم يشارك في المسابقة هو وتريمبون ويعزم توشا علشان تتفرج عليه ولو قدر يكسب ساعتها توشا هتعجب بيه. فبيوافق كارول وماجدة بتوعده ان هي هتكون موجودة معاه يوم المسابقة علشان تشجعه. وتاني يوم بيطلب كريستوف من ماجدة ان هي تخلي بالها من تريمبون لحد ما يوصل كارول لبيت فيكتور علشان يبات عنده. وبيخرج كريستوف وكارول وبينسوا باب البيت مفتوح. وبعد شوية وقت بيخرج تريمبون من البيت من غير ما ماجدة تحس بيه. وبيرجع كريستوف وبيلاقي الباب مفتوح وبيكتشف ان تريمبون مش موجود في البيت. فبينزل هو وماجدة يدوروا عليه في كل حتة. وبيكون كريستوف متضايق ومتعصب جدا وبيتهم ماجدة بالاهمال. فبترفع ماجدة صورة تريمبون على الانترنت علشان لو حد شافه يبلغهم. وبتقول لكريستوف ان هي ما كانتش تعرف ان باب البيت كان مفتوح. وبتعيط وبتعترف لكريستوف ان هي عندها عقدة من الكلاب لان هي طفلة عضها كلب قدام اصحابها وكلهم ضحكوا عليها. فبيهديها كريستوف وبيواسيها وبيطلب منها تحاول تنسى الموضوع وما تفكرش فيه تاني. واثناء ما هم بيتكلموا بيجي لها رسالة ان في كلب تايه في الحديقة من نفس فصيلة
تريمبون، فبيجروا على هناك بسرعة وبيلاقوا تريمبون وبيكونوا فرحانين جدا، وبيقدر كريستوف ان هو يخلي ماجدة تقرب من تريمبون وتحط ايديها عليه من غير ما تخاف منه. وبعدها بياخدوا تريمبون للبحيرة وكريستوف بيحميه هناك، وبيقعد هو وماجدة يتفرجوا عليه وهو بيعوم في المية، وبيقضوا باقي اليوم مع بعض. وبتعرف ماجدة من كريستوف قصة التمثال اللي قدام الشركة اللي هي بتشتغل فيها، وبيقول لها ان ده كان اول تمثال هو عمله وما كانش عاجبه، لكن واحد زميله اقنعه ان هو يقدم بيه في المسابقة. وبيحكي لها ان دي كانت بداية صعبة جدا لحياته العملية، لان التمثال بتاعه خد جايزة اسوأ تمثال في المسابقة. وبعدها بيرجعوا البيت وبيقعدوا سوا وبيحضروا العشاء سوا وبيقضوا ليلة جميلة مع بعض. وتاني يوم كريستوف وهو راجع البيت بيشتري ورد لماجدة، لكنه بيتصدم لما بيلاقي ديفيد واقف قدام البيت وبيعرفه بنفسه وبيقوله ان هو خطيب ماجدة. فبيتضايق كريستوف لكنه بيكتم مشاعره جواه، وبيرحب بديفيد وبيدخله البيت. وبتيجي ماجدة وبتتفاجئ بوجود ديفيد، وبمجرد ما بيشوفوها كريستوف بيسيبهم وبيخرج. فبيمسك ديفيد الورد بتاع كريستوف وبيديه لماجدة على ان هو اللي جايبه، وبيحاول يعتذر لها عن خيانته ليها وبيقول لها ان هو بيحبها ومش قادر يعيش من غيرها. فبتقول له ماجدة ان هو ما بيحبش حد غير نفسه وبس، وان هو رجع لها لما عرف ان زولا هترجعها الشغل تاني. وبتطرده من البيت، وبمجرد ما بيخرج ديفيد من البيت ارينكا بتاخده على شقتها. وبعدها بتخرج ماجدة علشان تدور على كريستوف وتفهمه اللي حصل. وفي الوقت ده بترجع ارينكا للبيت ومعاها ديفيد، وبنعرف ان ارينكا معاها نسخه من مفتاح بيت كريستوف. وبيقعد ديفيد قدام الكمبيوتر الخاص بماجدة وبينسخ من عليه كل الصور والفيديوهات اللي هي صورتها. وفي الوقت ده ماجدة بتبقى في الشارع لوحدها وبتتصل بكريستوف لكنه ما بيردش عليها. وتاني يوم بيتفاجئ كريستوف هو وابنه ان ديفيد بيزعل الفيديوهات اللي صورتها ماجدة ليهم بطريقة يبان فيها ان المسابقة فاشلة. فبيزعل كريستوف من ماجدة لان هي خدعته، وبيطلب منها تمشي من بيته. وبالليل بترجع ماجدة شقتها وبتبعت رسالة لكريستوف وبتقوله فيها ان ديفيد خدعها وسرق منها الفيديوهات. وتاني يوم بيبقى كارول في المسابقة وبيكون خايف جدا ان هو يقدم العرض هو وتريمبون، وده لان ماجدة مش معاه. فبيستخبى تحت المسرح علشان محدش يشوفه. وفي نفس الوقت ده ماجدة بتروح الشركة وبتحضر اجتماع للموظفين مع زولا، واول حاجة بتعملها زولا هي انها بترفد ديفيد من الشركة لان هو سرق الفيديوهات من ماجدة. وبعدها زولا بتشكر ماجدة على مجهودها اللي هي قامت بيه، وبتقول لها ان هي اشتغلت من غير دعم من الشركة ومحدش ساعدها. وبتعرفها ان هي هتعمل فيديو ترويجي لمسابقة الكلاب يبان فيها كل ايجابيات المسابقة. وبتقول زولا لماجدة ان هي هتخليها رئيسة الشركة. وفجأة بيجي تليفون لماجدة من فيكتور وبيقول لها ان كارول خايف جدا ومش هيشارك في المسابقة. وبيعرفها ان كريستوف وافق على عرض جامعة فيينا وهيسافر بعد انتهاء المسابقة. فبتقرر ماجدة ان هي تقدم استقالتها من الشركة، وبتتصل بأناتول وبيجي ياخدها وراء الموتوسيكل علشان يروحوا بسرعة على مدينة كراكوف. وهناك ماجدة بتساعد كارول ان هو يقدم العرض، وبينجح كارول ان هو ينفذ كل الحركات اللي اتعلمها من ماجدة، والجمهور كله بيشجعه خصوصا زميلته توشا. وبعد انتهاء المسابقة كارول بيقابل توشا وبيعرف ان هي معاها كلبة اسمها توبا، وبتطلب توشا من كارول ان هو يعلمها ازاي تدرب توبا زي ما هو بيدرب تريمبون لان هو بيدربه كويس جدا. وبعدها كريستوف بياخد كارول وبيكون على وشك ان هو يمشي، وبتظهر هنا ماجدة وبتطلب منه ان هو ما يسافرش فيينا ويفضل قاعد في المدينة لان هي بتحبه. فبيوافق كريستوف وبيعرض عليها الجواز وهي بتوافق، وبيفرحوا كلهم وبيرجعوا سوا على البيت. وبيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل اشتراك لقناة فيلمتشينو على اليوتيوب، وكمان تعمل فولو على الاكاونت الجديد على الفيسبوك، وهسيب لك الرابط في اول تعليق. ويلا سلام.